هذا الموجز ونتجه مباشرة إلى النقاش. نقاش الظهيرة اليوم يتمحور حول الانتقادات التي وجهت للحكومة اليوم. الحكومة تعرض حصيلتها، هذه هي الحصيلة، حصيلة الإنجازات لحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، نستعرضها فيما يلي ونناقشها مع الأستاذين الهواري تغرسي الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أهلا بكم. وكذلك أستاذي الأزهر ماروك أستاذ جامعي، أهلا بكم يا مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا. إذا لو أبدأ من على يميني أستاذ، اليوم الدستور يلزم جراد، يلزم الوزير الأول باستعراض الحصيلة وبيان السياسة العامة، لكن هذه المرة قدمت مباشرة الحصيلة. اليوم هل في هذا قراءة سياسية؟ ويعني في الحقيقة التقييم الأداء الحكومة أحيانا يعني يخضع لخلفيات سياسية وإيديولوجية وحتى لحسابات سياسية، فبطبيعة الحال نود أن يكون التقييم موضوعي، يعني تقييم موضوعي بدون خلفيات إيديولوجية أو سياسية. وبالتالي يعني الآن كذلك الحكومة، أي حكومة في العالم محكومة بطبيعة الظروف التي جاءت فيها، في ظروف سياسية، في ظروف أمنية، في ظروف اقتصادية. هذه الظروف هي التي تلعب دور في نجاح أداء الحكومة، ليس فقط البرنامج. يعني لابد أن نكون نركز على الوضع العام الذي تشكلت فيه الحكومة، هذا يلعب دور كبير. حينما تكون هناك أوضاع مستقرة وتكون فيها موارد كبيرة وتكون الحكومة تنجح، لكن حينما يكون هناك ظروف استثنائية وتكون في ظروف فيها مشاكل ومعقدة، يعني يصبح أداء الحكومة يعني يتعثر نوما. فبالتالي أعتقد أن حكومة السيد جراد جاءت في ظروف صعبة ومعقدة، و يعني حتى في كثير من الخطابات أشار سيد الوزير الأول جراد إلى صعوبة المهمة، على اعتبار أن يعني الماضي في سنوات سابقة كان هناك يعني مخلفات كبيرة ومعقدة، كانت هناك سلبيات كبيرة ومعقدة. الأخطر من ذلك أن يعني تراجع أسعار النفط، الموارد المالية للدولة تقلصت بشكل كبير جدا، يعني البترول انهار إلى 22 دولار. فبالتالي يعني الآن كيف تطبق برنامج طموح بموارد مالية قليلة تتناقص مع الوقت؟ هذا شيء مهم جدا. كذلك يعني الذي العائق الأكبر وهو الوضع الوبائي وانتشار كورونا، هذا كله يعني أثر على كل القطاعات وشكل عائق كبير وكابح لطموحات الحكومة وتنفيذ برامج الحكومة. وعلى الرغم من ذلك أنا يعني لست من الذين يقولون أن الحكومة حققت كل شيء أو لم تحقق أي شيء. أنا أعتقد أن الحكومة استطاعت أن تحقق إيجابيات، إنجازات في الميدان في ظروف صعبة واستثنائية، ولكن أيضا الحكومة تعثرت في بعض القطاعات، وهذا ربما يعود إلى أداء بعض الوزراء، لأن اتضح من خلال تقييم السيد الرئيس قبل مغادرته لألمانيا في اجتماع الوزراء تكلم على الجانب السلبي والإيجابي، وبعد عودتي أيضا في العودة الثانية تكلم على الحكومة ما فيها وعليها، أن يعني هناك أشياء إيجابية تحققت وأشياء أخرى لم تتحقق. وإذا كان هناك تعثر الحكومة فنعتقد أنه تعود لطبيعة الوضع الذي تعيشه الجزائر، وبالأخص الوضع الاقتصادي الصعب المعقد. لكن يبقى أن يعني العمل في مثل هذه الظروف المعقدة يعني عمل يعني فيه نوع كبير من الجهد. وكذلك لا ننسى أن طموحات الشعب الجزائري، أن المطالب تزداد، ويعني ليست حكومة جراد وحدها، ولكن حتى الحكومات السابقة والحكومات القادمة ستواجه هذه الطلبات المتزايدة على كل في كل القطاعات، في السكن، في العمل، إلى غير ذلك. فبالتالي لو أردنا أن نقوم بتقييم موضوعي نقول أن الحكومة حققت البعض وفيه إنجازات واضحة على الأرض، الميدان لا ينكرها إلا جاحد، ولكن أيضا تعثرت في بعض القطاعات. وهذا التعثر أنا أعتقد أنه كما يعود للظروف الوبائية التي عاشتها البلد، يعود إلى أداء بعض الوزراء الذين هؤلاء الوزراء أصبحوا عبء على أداء الحكومة وتسببوا في توجيه انتقادات للحكومة. واضح. أعود إليك أستاذ الهواري تغرسي، اليوم حصيلة إنجازات الحكومة، حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حملت بالأرقام ما تم الاتفاق عليه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون قام ببعض التحديات أو رفع بعض التحديات
في يعني بدايتها في أولويات من أولويات الرئيس هي القضاء على مناطق الظل. طيب نبدأ بحصيلة إنجازات الحكومة لبرنامج السنة المنقضية، أحصت 7276 مشروع منجز، هل هذا كفيل بالتخلص من مناطق الظل؟ لازم نعرف خاصة وضعية الحكومة والوقت اللي جات فيه، لأنه لما نحكي على نقاط مهمة بالنسبة لوضعية الحكومة نحكي على الجانب الشق الاجتماعي اللي كان في طبعا وهو تراكم السنوات الماضية، نحكي على طبعا الشق الاقتصادي وجات في أزمة اقتصادية خاصة قبل طبعا الكوفيد 19 كان انخفاض حاد لأسعار المحروقات نظرا للتضارب اللي كان موجود بين روسيا طبعا مع الصين، نحكي على الجانب السياسي والأزمة السياسية طبعا اللي طاحت بكثير من الرؤوس في الجزائر وكيف معالجة هذه الأزمة. طبعا كل هذه الأمور ما تخليش مهما تكون بكل صراحة مهما تكون أي حكومة تكون ما تقدرش تقاوم في ظل استراتيجية وطبعا وضع اقتصادي بهذا، لأنه بكل صراحة المواطن اللي يهمه ونعود النقطة المنطقة اللي يهمه هو الشق الاقتصادي بكل صراحة، وهذا اللي كان عمل كبير والسيد رئيس الجمهورية كان قبل 39 تقريبا وزير برمجهم على أساس أنه هناك بعض القطاعات يجب أن تكون حركية فيهم، وخاصة مثلا نعطيك قطاع المناجم، وطبعا ما تحتويه الجزائر من خامات موجودة في كل القطاعات، نحكي على قطاعات اللي هو شركات الناشئة باش نحكي على رقمنا، نحكي على قطاعات الإحصان، نحكي على قطاعات كانت مبرمجة في الأول لما كانت نوعا ما ريحية، ولكن مع الأزمة خاصة مع الأزمة تاع كوفيد 19 لاحظنا أن هذه الحكومة تقريبا بكل صراحة هناك فشل في بعض القطاعات، وهناك بعض القطاعات اللي برزت في المراحل السابقة، ونعطيك مثلا قطاع الفلاحة اللي كان قوي، وطبعا أنقذ الجزائر في المراحل الصعبة اللي تقريبا كل الدول كانت عانت من أزمة، الجزائر الوحيدة تقريبا اللي لم طبعا نقدر نقول أنه كان هناك نوعا ما شبيه بالأمن الغذائي، لأنه هي كانت مبادرات من الجانب الفلاحي باش على الأقل تغطي، ولكن هناك نقائص موجودة في هذا المجال حتى في القطاع الفلاحي وطبعا في قطاعات واحدة أخرين. هنا نعود نولي المشكلة اللي هو مناطق الظل، وطبعا السيد رئيس الجمهورية كان في الجانب هذا دار مستوى كون خاصة على مستوى الرئاسة هيئة سيد مستشار يعني مكلف بالمنطقة. نعم نعم، لأنه هذه، ولكن لازم نعرف أنه بكل صراحة أنه لازم تكون الخطوات مش بهذه الطريقة، أنه لازم تكون خطوات مبرمجة على مستوى برامج، وهذا اللي ما هوش موجود في المراحل السابقة، وكان موجود تقريبا قيمة تاعو حوالي 50 مليار في الميزانية هذه، ولكن المخططات غير محصية. هنا لازم نعاود نولي اللي هو الإصلاح، خاصة الإصلاح الهيكلي فيما يخص قانون الانتخابات، قانون البلدية والولاية باش نعطي أكثر صلاحية، لأنه علاش هناك بعض المشاكل اللي موجودة ما عندهاش علاقة بالجانب الاقتصادي، عندها علاقة بالجانب التنظيمي وصلاحيات، من بينها مثلا المشكلة اللي نعانوا منها ويعاني منها الاقتصاد الجزائري ومشكلة مناخ الاستثمار في الجزائر اللي نوعا ما مازال يعرق كثيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني. طيب نترك هذا الشق الاقتصادي، ذكرتم شيء مهم وهو الإجراءات الإدارية أو بما يسمى كثير من الأحيان نلقاو بيروقراطية في الإدارات الجزائرية هي من تعرقل هذه الأعمال. الحكومة ذكرت كذلك في بيانها أستاذ أنه مجمل المشاريع التي لم تنطلق مشاكلها هي عرقلات إدارية. شوف الآن في السيد وسيط الجمهورية كان في زيارة في أحد ولايات الغرب، تكلم على مسألة البيروقراطية، يعني وصفها بأوصاف خطيرة جدا. احنا كنا قلنا وكررنا ونكرر ونقول أن أكبر عدو للجزائر الآن هو البيروقراطية. البيروقراطية ليست فقط عبارة عن كم هائل من الورق، وليست عبارة عن كم هائل من الإجراءات، ولكن عبارة عن لوبي موجود داخل الإدارة يعرقل كل ما من شأنه التنمية. يعني مفسدين يريدون أخذ نسبة معينة من الأموال، يحب يدخل منها، يحب الرشوة، يحب الفساد، فيحطم ويخرب ويكسر. إذن كيفاش حدير أنت البلاد تمشي بالبلاد؟ الناس هذا الناس جوزهم الزمن وما عندهم لا مستوى ولا ذهنية ولا أي شيء،
ويعرقلوا البلد تاع 45 مليون يعرقلوها. كيفاش مشاريع لا تنجز؟ كيفاش؟ اعطيني قولي لي كيفاش، علاه لماذا مشروع تنمى علاه لا ينجز؟ ونقولوا الاجنبي روح تستثمر. والان لو كان ما يجيش الاستثمار الاجنبي، لو ما يجيش الاستثمار الاجنبي للجزائر في اسرع وقت ممكن، احنا ممكن رانا نصبحوا مهددين بالاخص في قطاع الطاقه. حتى الاستثمار محلي مالي تفلح الحال في قطاع الطاقه، عندنا غاز، عندنا اسم شركات عملاقه تاتي بالتكنولوجيا بالمعرفه بالاموال باش نقدروا نحافظوا على مكانتنا الانتاج البترول نتاعنا ونحافظوا بيتك. في السلطه لا تستطيع السلطه تحمل كل هذا العبء، السلطه راك تتحمل، لكن لابد اذا كيفاش الاستثمار الاجنبي يجيك مع هذا البشر في الاداره الذين يعرقلون والذين يعني مش فقط يطلبوا الرشوه، يعرقلوا كل مشاريع. يعني الان لابد، يستحيل اننا نمشي الى الامام اذا ما قمناش بتغيير جذري للاداره الجزائريه بما فيها تغيير العنصر البشري. خلي نجيبوا الجامعيين، احلال محلهم الجامعيين، جيل جديد هذا اللي متخرج من الجامعات بعقليه وذهنيه القرن 21 وبالثقافه في يعني في التكنولوجيا وفي العلم وفي الذكاء، جيل ذكي سبحان الله العلي العظيم، جيل ذكي الان يتخرج والله يحمل. حنا ندرسوا في الجامعه ونشوفوا مستوى الذكاء تاع الطلبه يزداد سنه بعد اخرى، رغم ان هناك من يقلل من شان هذه الاجيال بعقده يقول لك لا انتم. انا يبدو لي الان لن نستطيع ان نفعل اي شيء في بلدنا، لا تنميه ولا تطور ولا وثبة الأمام، طالما إلا ما قمنا بعمل تطهير شامل للإدارة والقضاء على العناصر الفاسدة المفسدة والقضاء على كل الأمراض الجهوية والمحسوبية والرشوة. فبالتالي يبدو لي الآن أن مشروع رقمنة الإدارة ستقوم بتحييد هذا اللوبي الفاسد الذي يريد مصالحه، يعني يسبق مصالحه على مصالح البلد. فبعتقد الآن أننا يعني سنسير نحو تحقيق الكثير من الإنجازات، لكن لابد علينا الآن أن يعني المسؤولين، لابد تكوين جيل من المسؤولين في المناصب القادمة. يعني جيل لما يأتي المسؤولين يعرف بالضبط المهمة نتاعه ويعرف بالضبط الهدف ويعرف بالضبط البرنامج فيقوم بعملية الإنجاز. أما أنك الآن تحب تعتمد على عنصر بشري يعني بثقافته ومستواه، جوز الزمن. فبالتالي أنا يبدو لي الآن أننا علينا أن نقوم بإصلاح جذري شامل عميق للإدارة وإبعاد كل العناصر التي تعرقل وحتى معاقبتهم بالقانون. كيفاش أنت فيه قطاع خاص في الجزائر، قطاع خاص في الجزائر أكبر قطاع يعاني في العالم، قطاع خواص عندهم أموال ويحبوا يستثمروا ويحبوا يديروا في السياحة في الصناعة في الزراعة، والله غير عندهم مشاكل ما يعلم بها إلا الله. لماذا؟ إذن لماذا؟ مش فقط قال عندك، قال من مسؤول؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ علينا أن نحدد المسؤوليات. قال فلان يعقل، هذاك الفلان لازم يعاقب أو يبعد. مابقاش نتكلموا بصفة عامة قال عندنا عراقيل ونغطيه الغطاء ونقولوا بيروقراطية، هذه كلمة كبيرة تغطي، لكن من هذه من العقلية التي جعلتنا ربما وروح اسألي القطاع الخاص، اسألي يعني الناس في القطاع الخاص يحبوا وطنيين ويحبوا يستثمروا في الزراعة في الصناعة في السياحة، يستثمروا عندهم مقادرين وطنيين. ما تقدرش تدير تنمية في البلد إلا بالقطاع الخاص الوطني، يقول لك بالضبط كيفاش يعني هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى تخريب البلد وتخريب مصالح البلد. واضح. أعود إليك أستاذ تغرسي لنتكلم كذلك عن هذا الشق الاقتصادي. نحن نعلم والجميع يعلم أنه يعني الدولة تصبح قوية عندما يصبح أو تكون نواة اقتصادها يعني مبنية بشكل على أساس صحيح. اليوم الحصيلة التي قدمت في الشأن الاقتصادي تبقى ضعيفة نوعا ما، نحن نعلم أن الظروف اللي مرينا بها ما هيش سهلة، ولكن تعتبر كذلك الشق الاقتصادي ضعيف في بلادنا الجزائر. والله كلمة قالها خاصة الممثل تاع الفامي سابقا، قال لهم لالجي دي بروبليم بس كاليريش، ما انت هذا الكلام لكم، ما انت الثروة تاع الجزائر لازم نعرف انه ما نستغل في الجزائر تقريبا 20% من الثروة الوطنية الموجودة. وهنا في بعض الحالات لما نظن ما نمشيش مع صديقي في الفكرة أنه الحكومة كيفاش تكون قوية لما يكون عندها برنامج ثري وتقدر تحقق البرنامج. أما إذا مشات بنفس الطريقة الكلاسيكية اللي تمشي بالحكومة السابقة طبعا معناتها إبراز الفشل من المرحلة الأولى. لما نشوف قطاعات مثلا قطاع الصناعة اللي تقريبا منذ سنة متوقف تماما، وطبعا نظن تذمر بالنسبة لكل الشعب الجزائري على هذا القطاع. لما نحكم على قطاع المناجم اللي هو مهم جدا، ولكن لما نحكم على غارج بلاد
وهو طبعا منجم ثري جدا بالنسبة لي. نحكم على الفوسفات اللي موجود بس، نحكم على طبعا بالذهب اللي موجود في تمن راس، نحكم على مناطق ثرية. ولكن هل أنت كصحفية عندك تعرفي ما هي استراتيجية الحكومة فيما يخص هذه العملية؟ طبعا لا، أنا كاقتصادي وما نعرفش، لأنه في بعض الحالات نتسأل، قال أعطونا المعلومات الصافية والشافية واللي تقبلها الأقل، كيف يمكن استغلال مناطق مثلا الذهب بالنسبة للجنوب؟ لماذا المصنع بالنسبة لي اللي هو طبعا الاستراتيجية ربما هي أساس أكيد كل شق اقتصادي، المنطلق تاعه هو استراتيجية. أكيد لما نحكي على طبعا الفوسفات اللي هو راح يركز طبعا وثري بالنسبة لي المنطقة الشرقية، معناتها لما نحكي تبسة، لما نحكي على سوق هراس، لما نحكي على قالما، لما نحكي على طبعا ويسكي كذا، تقريبا 4 ولايات يمكن أن يعيش الولايات هذو، ولكن لاحظنا أنه توقف، ما نعرفش حتى الأسباب. لما أنت البروز والنجاح تاع الحكومات من خلال مخططاتها، طبعا مخطط على القصير المدى، مخطط متوسط المدى، مخطط طبعا طويل المدى، وهذا اللي ما ظهرش طبعا. لكل صراحة فشل الحكومة هذه في الجانب هذا، ما كانش استراتيجية، ما كانش عامل شفاف فيما يخص هذه. وحاجة واحدة أخرى، أنه الرقمنة اللي ما زالت ضعيفة بالنسبة للجزائر، كان الأستاذ حكى عليها، وهي معناتها طريقة تطبيقها رقمنة مش كلام اللي نقوله في بلاطو، رقمنة في كل قطاع. هنا نحكيك على مثلا، نحكو على مشكل السيولة، نحكو على مشكل السيولة بالنسبة للبريد وانتقلت العدوى حتى البنوك الجزائرية، ولكن هل استعملنا الرقمنة لتخفيف العملية؟ لعبنا باللي في وضع طبعا اللي موجود موجودين في الجزائر والعالم، على بالنا بلي ما نقدرش نخلص منه الا عن طريق رقمنة. كيفاش تكون؟ بطريقه تحفيزيه في القطاع الرقمي بالنسبه لي السهوله. مثلا نعطيك مثال، لما تروح في 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 دول واحده اخرى ما نسميهاش، تقول لهم نخلص بالكارطه، يقول لك 50 اورو مثلا فندق، تقول له تخلص اون اسباس، يقول لك لا سي كون سي زورو. معناتها الطريقة التحفيزية طبعا للمواطنين للمستهلكين وللتجار وللمساحات الكبرى هي اللي راح تمشي لنا طبعا الرقمنة، ولكن بالطريقة الكلاسيكية قال لا تستعمل. أنا كاقتصادي في بعض الحالات ما نعرفش نستعمل البطاقات، ما تعرفش كيف كذا، هذه إشكالية بالنسبة لي، هذه على مستوى بسيط فقط. فيما يخص السهولة، هل طبعا وزارة المالية أعطت لنا ما هي السياسة النقدية؟ أعطت لنا كيف يمكن التعامل مع الأموال الموجودة في السوق الموازية اللي تقريبا قيمة تاعها 100 مليار؟ كيف يمكن طبعا خريطة استثمارية لاستقطاب هذه الأموال اللي موجودة؟ هذا كله طبعا يظهر من خلال برامج الحكومة وقوة الحكومة في استدراج طبعا كل الأموال اللي موجودة. أنا ممكن زميلي وأن تجعلها ربما استراتيجية يعني طويلة المدى ولا تتغير بتغير الحكومات. أكيد أكيد هذا الإشكالية، لأنه إحنا اللي شفناه في المراحل السابقة كل حكومة يغير كلش. لما يجي وزير صناعة قال لا في الوزير اللي فات فيه كذا وكذا أنا نبدل، لما يجي الوزير هذا يبدل، لا لازم تكون عندنا برنامج ثابتة. برنامج لازم تكون عندنا استراتيجية ثابتة للدولة الجزائرية وطبعا في البرنامج الاقتصادي. لأنه كل صراحة أنا نقول لك أنه مشكلتنا هي اقتصادية بالدرجة الأولى، كيف يمكن طبعا معالجة الجانب الاقتصادي في ظل الإمكانيات الموجودة، في ظل تحقيق الخارطة الاستثمارية. وش معنى الخارطة الاستثمارية؟ معنى البلدية لازم تحدد خارطة استثمارية، وهذه ما كاش الدائرة كذلك والولاية كذلك والقطاعات كذلك، لازم نحدد خارطة استثمارية باش يمكن وإعطاء دفع بالنسبة لاستقطاب هذا الاستثمار وهذه الأموال المكتنزة اللي موجودة في السوق الموازية. صحيح، وهو كذلك أستاذ أعود إليك لاستعراض ما تبقى من الحصيلة التي عرضها الوزير جراد. إذن المشاريع المنجزة المذكورة مكنت من ربط 173,489,000 أسرة بشبكة تزويد بمياه الشرب، أما شبكة الصرف الصحي فقد تم ربط 79,548 أسرة بها. هل يعقل أنه ربما في سنة 2021 ما زلنا نشوف هذه الأرقام الخيالية لأسر دون شبكة مياه؟ هو شوفي في الحقيقة بعض الأزمات التنمية راح تولي لنا مشكل أمني في المستقبل.
لو ما نسرعوش يعني نسبق الزمن، نسابق الزمن من أجل تحقيق تنمية محلية على مستوى الولايات والبلديات، راح يجينا وقت راح نوليو في مشكل ما يعلم به إلا ربي سبحانه، بالأخص في الجانب الأمني. الآن الناس راهي فيه مجالس منتخبة لا تعمل، والناس الآن الشعب الجزائري بعض أنا لا أحب التعميم، فيه ناس تخدم، فيه ناس تخدم وتجتهد وتبذل جهد وجزاه الله خير، فيه ناس آخرين ما يخدموش. إذن الآن لما تشوف أنت عشرات قطع الطريق، عشرات عمليات قطع الطريق، من ماذا؟ يجي على الماء وتجي على الغاز وتجي على الكهرباء وتجي على السكن وتجي على كذا، أليس كذلك؟ فبالتالي هذه الشعب لما ينزل للشارع ويقطع الطريق يعني هناك أزمات، هناك يعني يغلق الطريق، في استثمارات، في كل شيء توقف، لما يغلق الطريق كل شيء توقف. فمن أين تأتي من هذه المشاكل؟ الآن نريد هذه المشاكل أن تحل نهائيا، أن تحل نهائيا. المواطن الجزائري في القرن 21 مواطن له كرامته في السكن، في الغاز، في الماء، في الصحة، في التربية. ما تقدرش تبني جزائر جديدة بمواطن مغبون محقور يروح الإدارة لا يستقبل، واحد ما يسمع له، يبعث رسالة واحد ما يرد له، يطلب طلب واحد ما يلبيه له، فبالتالي يحس روحه أنه الجزائر الجديدة تبنى على إشراك المواطن في كافة المجالات وتفتح له كل أبواب. فبالتالي التكفل بمناطق الظل يعتبر يعني أنا ملف يضع يده على الجرح، وهو حل أكبر مشكلة تعاني منه الجزائر، لأن هذا المشكل التنمية المحلية راح يؤدي بنا كما قلت في السنوات القادمة إلى تحديات خطيرة، بالأخص هناك بلديات الآن كلها شباب وبدون عمل. إذا الآن معركة الطاحنة هي معركة البطالة، قضاء على البطالة، لازم نلقاو حل، لا بد لنا من حل يا سيدي. إذا ما لقيناش ولو لقينا حل، ربما أستاذ اسمح لي، لو لقينا حل لهذه هي البطالة ربما يكون في تحسن في الجانب الاقتصادي، لما لأنه اليد العاملة تساهم في عندك زيادة سكانية سنوية، زيادة سكانية رانا نمشيو لل 50 مليون في المستقبل، وعندك شباب ويتخرجوا من الجامعات والمراكز التكوين المهني وما عندهمش يعني مناصب، لأن الاقتصاد الوطني تاعنا ما يخلقش مناصب شغل، ما زالت الثروة العاجلة ما انطلقتش بشكل يعني كما يجب لها أن تنطلق، معدلات النمو التي تقابلها مناصب شغل. فبالتالي الآن يعني ربما سوق الشغل محدود، على الأقل نفكر في بطالة، في منحة للبطال تعطى له مرة في شهرين 3 أشهر على الأقل، حضر كرامته على الأقل، نحفظ النسيج الاجتماعي، مش فقط نكتفي بالتضامن، لابد أن نتكفل بهؤلاء البطالين حتى ما يبقوش يعني عبارة عن وقود في بيد بعض الجهات وبعض أطراف تستخدمهم لزعزعة استقرار البلد. فأعتقد أن تكفل بمناطق الظل يبدو لي أن العملية سارت وفيه مشاريع كبيرة جدا أن تنجز على كافة الولايات الوطن، وإن شاء الله هذا المشروع يستكمل، وإن شاء الله نمشي إلى مرحلة وإن يكون كل بلدية عندها مستوى اقتصادي، كل ولاية لها اقتصاد محلي، وهكذا نخلق علاقة بالولايات ونخلق يعني نسيج اقتصادي، وهكذا نستطيع يعني أن نحقق التنمية المحلية هي بمثابة صمام الأمان، الأمن السياسي والأمن الوضع الأمني والاستقرار السياسي. نشكركم جزيلا الشكر أستاذ الأزهر مروكة على هذا التحليل. دكتور أيضا فيها نقطة فقط مهم من فضلك. نعم، فيما يخص استقرار التشريعات في الجزائر، هذه الإشكالية بالنسبة لاستقطاب الاستثمار سواء المحلي ولا أجنبي، عدم وجود قوانين مستقرة في الجزائر طبعا تبعد المستثمرين، تبعد طبعا المحليين أو الأجانب. ودليل على ذلك لما نشوف قانون المالية 2021 بدأت نشوف الأخطاء اللي موجودة فيه، تقريبا نقول لك حاجة حوالي تقريبا 40 مادة موجودة فيه هي عبارة عن مواد يجب إعادة الاعتبار لهذه المواد، إعادة تصحيح ما يمكن صحيح. وشفنا مثلا فيما يخص الحديد الرسم اللي هو ارتفعها، لما نشوف نعم. قيمة الانترنت، رسم الانترنت تقريبا لولا انه الناس يشار طبعاً فقط الي انه مازال عندنا وقت، لكن مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا إذن نناقش حصيلة إنجازات حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي حملت بالأرقام ما تم إنجازه خلال سنة 2020. توقفنا أستاذ عند المياه والتزويد بالشبكات المياه الصالحة للشرب. أستاذ، الفكرة التي كنتم تتحدثون عنها فيما يخص استراتيجيات الطويلة المدى،
نعم لازم تكون خاصة استراتيجية على مستوى المدى القصير المدى المتوسط والمدى الطويل. هنا تظهر الاستراتيجية من خلال قانون المالية، لأنه علاش قانون المالية هو السياسة المالية للحكومة خلال سنة، معناتها يمكن طبعا، ولكن لما لاحظنا عدم وجود استقرار في جاء في قانون المالية 2020 طبعا مواد لقطاعات ما ينقلها بكل صراحة لقطاع الصناعة، ومن بعد تشوفها في سنة 2021 هذيك المواد تلغى. هذه إشكالية بالنسبة للقطاع، بالنسبة للحكومة لما تكون عدم وجود استقرار معناتها ما كاش استقطاب، وطبعا هناك حتى المواد اللي موجودة في قانون المالية ما عندهاش نظرة طبعا بعدية، وما عندهاش طبعا حتى من حيث المداخيل في بعض الحالات ما عندهاش أثر، عندها أثر بالنسبة للعراقيل بالنسبة للمواطنين. نعطيك مثال، لما نشوف المشكل تاع المياه اللي موجود وخاصة زيادة تاع الماء طبعا لو مينرال الماء المعدني اللي هو تحول من 2500 الى طبعا 3500، طبعا لانه علاش المنتجين راهم يعانوا، لانه بعد ما كانت في تقريبا 1 دينار زدناها في قانون الماليه، ورغم انه كنا ضد هذه الفكره ولكن الحكومه كانت فرضت القوانين هذه، وهذه الاشكاليه، اشكاليه حتى لما تجيب القوانين على مستوى البرلمان وتحب تفرض القوانين، هذه القوانين لم تناقش ولا تناقش ولا يقبل كذلك المناقشه، ما زلنا في النظام الكلاسيكي طبعا، لانه لازم نعطي اكثر حريه وتقنع انت وتقنع الشعب. وطبعا هناك طبعا استشاره حتى طبعا الاقتصاديين وحتى طبعا الكونفدراليه الاعمال، لانه هي اللي معنيه خاصه بقانون الماليه. لاحظنا انه الحكومه غالقة على نفسها، تقدم لك مباشره للبرلمان قانون الماليه وتحاول تمر البرلمان ب 15 يوم يمر هذا القانون الماليه، طبعا الاشكاليه وهذا الاخطاء اللي موجوده الحال، لانه ما كانش عدم وجود استقرار فيما يخص القوانين، وهذا عدم وجود الاستقرار يخلي طبعا عدم وجود استقطاب بالنسبه للاستثمارات وعدم وجود الثقه بالنسبه للمستثمر الوطني. وهنا نحكوا على الاصلاح الجبائي، عباك شحال الاصلاح الجبائي قبل نحكوا التحصيل الجبائي، التحصيل الجبائي على اكثر، ما نقولش كلمه ماشي مليحه، لانه هناك من يقول اكثر، نقول 30% تحصيل الجبائي و 70% وين راهي؟ هذه اشكاليه، معناتها الاصلاح الجبائي مشكله بالنسبه للمستثمر الوطني وطبعا حتى الخارجي. عن اشكاليه عدم وجود ثقه بالنسبه للمواطن، لانه علاش؟ ضريبه كبيره في الجزائر، ضريبه مثلا تقريبا حوالي اكثر من 52%، وهناك بعض الدول المتقدمه اللي طبعا قيمة الضريبة حددتها في قيمة بسيطة 13.5% 14% 15%، معناتها وش يستنتج؟ لما تبسط الضريبة تعطي أكثر قوة بالنسبة للمنتج وتخليه في رياحية باش يقدر يحقق أرباح ويعاود يستثمر السنة القادمة. وحتى الضريبة لما نبسطها ونكبرها القيمة نتاعها تولي كبيرة. اللي هذه الإشكال بالنسبة للضريبة، بالنسبة للبنوك الجزائرية هذا الخطر، لأنه علاش نقول له شكون نقول قبيل، لأنه لما نقيم الحكومة مدى قدرة الحكومة على تحريك بعض القطاعات، هل طبعا البنوك الجزائرية تساهم في دعم الاستثمار؟ لا. هل تشارك في الاستثمار؟ هل شفت واحد عنده فكرة جميلة جدا والبنك موله؟ لا، هذه غير موجودة. حتى فيما يخص المداخيل بالنسبة للجمارك ما زلت موجود. لنعطيك مثال فقط بسيط، وهنا نحكي على نقطة اللي هو الرسم الإضافي للمؤقت. الهدف من هذا الرسم هو حماية الإنتاج الوطني، قيمة تاعو من 30% إلى 200%، ولكن عباك شكون يتحكم فيه؟ الجمركي. يقول له هذه المادة هذه 60%، لا ما تسميهاش المادة هذه، تسميها بمادة واحدة أخرى نعطيها لك ب 30% وبعدها ندي 10%. ليش كلمة أنت ما كانش رقمنا في كل القطاعات، لازم تكون عندنا شفافية، صرامة، قوانين، وطبعا كيفية تسيير هذه القوانين بشفافية. ونبدأ تعود للشاب سادات كنزة، وبعد التحريات والتحقيقات أفادت بقيام والد الضحية المدعو سين ألف بتقطيعها بحمام المنزل الذي هو مسرح لهذه الجريمة، واعترف بعد تحقيقات معمقة بارتكابه هذا الجرم، حيث قاد فرقة التحريات إلى مكان رميه لباقي الأعضاء، وبالتالي كنزة سادات
قتلت وقطعت من طرف والدها. إذن كذلك وكيل الجمهورية أطلع الرأي العام بأن والد الضحية تم وضعه رهن الحبس المؤقت. أعود إليكما أستاذي، ربما كلمة ختامية نختم بها هذا النقاش. يا لي والحقيقة هو الآن لابد علينا أن نذهب إلى إصلاحات عميقة جذرية على كافة المستويات، لأننا نواجه تحديات خطيرة من شأنها المساس بالوضع في البلد والاستقرار السياسي والأمني. واليوم الرهان الأساسي هو التنمية، لابد من تحقيق معدلات من التنمية، لابد من تكفل بكل مطالب المواطنين، لابد من إصلاحات تشمل كافة أجهزة الحكومة وخاصة الإدارة والرقمنة، ويعني عمل على إشراك المواطن في التسيير المحلي ولما لا تسيير على مستوى الولاية. يبدو لي أننا الآن بحاجة ماسة إلى إصلاحات عميقة جذرية، على الأقل نستطيع أن نحقق قدر من التنمية التي تلبي كل مطالب الشعب الجزائري، وهذا هو الرهان المطروح الآن. إن شاء الله يا رب. أستاذ تغرسي، حتى نختم كذلك هذا النقاش، ما هي التحديات التي تنتظر هذه الحكومة؟ أكيد الإصلاحات مهمة بالنسبة للاقتصاد الجزائري، مهمة بالنسبة للمواطن الجزائري. نحكي الإصلاحات معناتها الإصلاحات السياسية اللي هي مهم، ولما نحكي على الإصلاحات السياسية ضروري أن تنبثق طبعا بعض كذا كذا أو كثرة خاصة بالنسبة للأحزاب السياسية للسمع خاصة للمواطن الجزائري، لأنه كاين مشكلة بالنسبة للاقتصاد بالنسبة للجانب السياسي وعدم وجود ثقة بالنسبة للأحزاب السياسية وبالنسبة للمجتمع. نقطة ثانية النقطة الاجتماعية كذلك، هو المحور الاجتماعي ومطالب الشعب الجزائري، وطبعا استدراج أو استرجاع ثقة المواطن لا يمر إلى عبر المجال الاقتصادي اللي ينتظر إصلاحات هيكلية، وطبعا تمر هذه الإصلاحات عبر رقمنة والشفافية في اتخاذ جميع القرارات. نظن أنه الرجل المناسب في المكان المناسب اللي يقدر يعطي في المراحل القادمة طبعا أكثر ديناميكية بالنسبة للاقتصاد الوطني بكل شفافية، وطبعا كيف يمكن استقطاب هذه الإمكانيات. حكينا قبل على الإمكانيات المادية في الجزائر، ولكن هناك إمكانيات مالية غير مستغلة، يجب التطابق بين هذين العملين. وطبعا أول حاجة هي الخريطة الاستثمارية الوطنية لدمج طبعا كل المتعاملين الاقتصاديين. إن شاء الله.